أعزائي المشاهدين، انطلقت اليوم منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بإقامة 7 مباريات على أن تكتمل منافسات هذه الجولة غدا. ففي مدينة جدة وضمن لقاءات المجموعة الثانية يستضيف نادي الاتحاد السعودي حاليا فريق باختكور الأوزباكي، حيث انتهى الشوط الأول لصالح الاتحاد بهدفين للا شيء. المباراة تقام بلا جمهور إثر العقوبة التي فرضها الاتحاد الآسيوي على جمهور النادي السعودي لإثارة الأخيرة الشغبة في لقاء ذهاب الدور النصف النهائي للبطولة الموسم الماضي. وفي المجموعة ذاتها نجح بني ياس الإماراتي في تسجيل انتصاره الأول في مشاركته الأولى في البطولة الآسيوية إثر تغلبه على العربي القطري بهدفين للا شيء، جاء بواقع هدف في كل شوط. يذكر أن قطر تشارك في البطولة بأربعة أندية، لكن بغياب حامل اللقب نادي السد الذي لم يتأهل هذا الموسم بعدما حل الموسم الماضي سادسا في الدوري القطري. وفي الدوحة خسر الريان القطري مباراته الأولى في المجموعة الأولى أمام ضيفه الإيراني الاستقلال بهدف جاء في الوقت بدل الضائع من المباراة. اللقاء الثاني في المجموعة ذاتها بين نساف الأوزبكي والجزيرة الإماراتي تم تأجيله إلى يوم غد بسبب الثلوج. في الدوري الأمريكي لكرة السلة تغلب شيكاغو بولز على إنديانا بيسرز ب92 نقطة مقابل 72. ليول دينغ هداف شيكاغو كان صاحب أعلى رصيد شخصي في اللقاء بتسجيله 20 نقطة. هذا هو الفوز 32 لشيكاغو هذا الموسم والانتصار 7 على التوالي، علما أنه لم يهزم هذا الموسم إلا في 8 مباريات. شيكاغو يتصدر ترتيب أندية القسم الشرقي، فيما يستقر إنديانا بيسرز خامسا في الدوري ذاته. ما تبقى من النشرة ما أعلى. شكرا لك حيدر. إدارة الثقة والأمن في العالم الرقمي هو موضوع معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سيبت المقام في مدينة هانوفر الألمانية. المعرض يستضيف أكثر من 4200 شركة من حوالي 70 دولة، وتشهد هذه الدورة عودة المصنعين الآسيويين مثل سامسونج وشارب. بين المنتجات اللافتة هذا العام نظام تشغيل جديد لويندوز 8 لشركة مايكروسوفت، وبرامج تتيح أيضا تتبع المواضيع الأكثر تداولا على الإنترنت فضلا عن نظام يحمي الهواتف الذكية من عمليات التنصت. بلمسة واحدة يمكن الحصول على كعكة كب كيك من جهاز البيع الآلي الذي يشبه الصراف الآلي، وذلك في أحد مخابز لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. أحد متاجر الحلوى في شارع بيفرلي هيلز أدخل التكنولوجيا إلى خدماته، حيث يمكن لعشاق الكب كيك تذوقها على مدار الساعات 24 بنكهات مختلفة كل حسب طلبه. أما الآن فنظرة على آخر أسعار العملات والأسهم والنفط. لخيوط العنكبوت صوت موسيقي كذلك طبعا التي تصدرها الالات الموسيقيه، اكيد الزميله رشا الكتبي معها الجواب. شو رايك رشا؟ اكيد طبعا كل شيء معقول بالبيئه صح. مساء الخير. شكرا لك. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا. استخدم باحث ياباني خيوط العنكبوت لصناعه اوتار للكمان، اذ انها تعطي في رايه نغمات فريده يفضلها عدد كبير من الموسيقيين، والسبب في ذلك ان شكل الخيوط يتغير لدى الضغط عليها من ملتف إلى متعدد الأضلاع، ما يتيح لها الاندماج ببعضها البعض فتصدر عنها أنغام جديدة. الباحث تلقى دروسا في صناعة الأوتار وعمل على صناعتها، وهي تختلف من حيث سماكتها. الأسمك بينها يحتوي على 15,000 خيط عنكبوت تضغط معا لصنع الوتر.
السونار الذي يرسل موجات صوتية تحت الماء ويستخدم للكشف عن مواقع الأشياء بواسطة الصدى المرتد وأيضا في عمليات الحفر التي تجري في أعماق المحيطات يحدث إضافة إلى ضجيج المحركات البواخر اضطرابا في حياة الحوت الأزرق، لأن ثدييات البحار هذه تتواصل مع بعضها البعض بواسطة الصوت الذي تصل ذبذباته إلى 100 هرتز بينما يتعدى صوت السونار 1000 هرتز. يستخدم الحوت النغمات التي يصدرها للبحث عن الغذاء، وإذا ما اعترضها ضجيج السونار والمحركات يصير من الصعب عليه الوصول إليها، ما يؤدي بالتالي إلى انقراضه. بينما يهاجر الإنسان بلده لتحسين وضعه الاقتصادي، تهاجر بعض أنواع الحيوانات موطنها هربا من تداعيات التلوث البيئي الذي تزداد حدته في العالم. هذه الحال تنطبق على الفراشات التي تبين أن ثلث أنواعها ستصبح نادرة الوجود قبل انقضاء منتصف هذا القرن. 4% منها فقط ستتوافر لها إمكانية التكاثر. أما السبب الرئيسي فهو فقدانها موطنها الأصلي الطبيعي الذي يتيح لها الاستمرار بعدما تقلصت المساحات الزراعية نتيجة التوسع العمراني، هذا بالإضافة إلى اتساع استخدام المبيدات والأسمدة الضارة وعدم توافر الأزهار، ما يجعلها تهاجر إلى أماكن أخرى. وفي جبال الألب والبحر المتوسط يوجد عدد كبير من أنواع الفراشات المستوطنة التي لا توجد في أي مكان آخر. 30% منها يعيش على 1% فقط من الأراضي الأوروبية، وإذا ما تم تدمير بيئاتها الطبيعية فسيكون الفناء مصيرها. أخيرا، خمد البركان القريب من جزيرة الهيرو الواقع في قعر البحر والذي ثار قبل 5 أشهر، وعطل الحياة في تلك الجزيرة التي تعد الأصغر بين جزر الكناري الإسبانية. البركان الذي ثار في أكتوبر الماضي وصل فورانه بشكل متقطع مرسلا حمامه المتبخرة فوق سطح البحر ورائحة الكبريت التي ملأت الأجواء. يشار إلى أن الهيرو تضم بركانا ضخما إضافة إلى 250 بركانا أصغر حجما. هذه البراكين تسببت في حدوث أكثر من 10,000 هزة منذ يوليو الماضي، وألحقت أضرارا فادحة باقتصاد الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,000 نسمة، ما أثر الرعب في نفوس السياح والصيادين. نهاية أخبار البيئة مشاهدينا، نعود إلى علا نستكمل معها بقية الأخبار. شكرا لك. أحيا دار كلور الأزياء من خلال مجموعتها الجديدة موضة ستينيات القرن الماضي في تشكيلة خريف وشتاء العام 2012 ضمن أسبوع الموضة في باريس. وتميزت الأزياء ببساطة التصميم وجودة المواد المستخدمة مثل الشيفون والحرير الشفاف والدانتيل المطرز، كما طغت الألوان الهادئة على التشكيلة مثل الأبيض والزهري والرمادي والبيج. للمرة الأولى حل المطرب الإسباني العالمي خوليو إغليسياس في مملكة البحرين، وذلك لإحياء حفل غنائي احتضنته طبعا أسوار قلعة أراد العتيقة. خوليو ألهب بصوته الدافئ جميع الحاضرين وأمتعهم بأغانيها الرومانسية التي أعادت إليهم ذكريات الماضي الجميل. هذا الختام، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. القوات السورية تزيد الضغط على معقل الناشطين والمنشقين وتقصف جسرا للعبور إلى لبنان. البيت الأبيض يدعو إلى التركيز على الدبلوماسية مع سوريا، فيما السيناتور الجمهوري جون ماكين يدعو إلى شن ضربات جوية. منطقة برقة شرق ليبيا أول منطقة تعلن مقيما فيدراليا اتحاديا يتمتع بحكم ذاتي منذ الإطاحة بالقذافي. ما هو
الاضطراب الحركي وهل يختلف في أعراضها عن الشلل الرعاش أو الباركنسون؟ تابعونا غدا لتعرفوا التفاصيل. مشاهدينا هذه النشرة انتهت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. Que será de ti? ¿Dónde estás que ya?